وصراحة عندي اجتماع تاني فمضطر هلا. ايه فاضي كله مش معقول. سلام طفية زلمة صفية. ايش في؟ يا زلمة اقرأ الجو شوي. اسمع اسمع. يا زلمة صرنا رافين 4-5 شركات عفنا حالنا كلهم ما يا مش قابلين يا عدل ويا بعرف شو والله متنا. يا زلمة طب كان حكتوني من الأول طلع. شوف الابلكيشن حط عليه البيتش تاعتك وبنزل لكل الانفسترز. ستارت ابس؟ خذ يا زلمة خذ. اوف ستارت ابس؟ هاد ابلكيشن بسهل علي اني اعرض فكرتي على المستثمرين وبدل ما اغلب حالي وانزل عندهم بحط بس 30 ثانية لدقيقة بفيديو. اف وكمان اذا بدي كونسلتيشن او مساعدات بوفروا لي اياها عن طريق الابلكيشن. مش معقول اذا ليه ما كنت انه هذا الابلكيشن من زمان صراحة هذا اللي كنا مندور عليه.